سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، ان شاء الله انتم بصحه. ولهنا اليوم راح نقدم معكم خبز البيتا التركي بمقادير مضبوطه وناجح 100%. ان شاء الله يا ربي تجربوه وتعطوني رايكم في التعليقات. اللي زار القناه تاعي ان شاء الله ما ينساش يدعمنا بالاشتراك والضغط على زر الاعجاب وتفعيل الجرس، هكا باش يوصلكم كل جديد ونكونوا دائما على تواصل بحول الله. اذا اليوم راح نقدم لكم هذا الخبز اللي هو خبز البيتا. نحتاج في هذه المقادير الى الكاس اللي راح نحسبوا به، هو كاس 200 مليلتر. كما الكاس انا هادو لي فيغ تاعي، هادو الكيسان تاع الغازوز، دونك هادوما هادو كيما هذا يشد باغ اكزومبل 200 وحوالي 240 لهنا، دونك ما يجيش معمر الكاس تاعنا. كيما حطينا هنا الحليب، دونك هذا كيما راكم تشوفوا فيه هذا 200 مليلتر 200. دونك نحتاج الى كاس من الحليب، يعني 200 مليلتر من الحليب، نصف الكميه اللي هي 100 مليلتر من الياغورت الطبيعي، وايضا نصف كاس من الماء. نحتاج الى 2 ملاعق من الزيت النباتي، الزيت نورمال اللي نطيبوا به، 2 ملاعق كبار من الخميره الكيميائيه، ملعقه كبيره من السكر، ملعقه ونصف صغيره من الملح. والطحين هذا الكاس اللي نحسبوا به نحسبوه 5 كيسان ونص، نقدروا نحطوا 5 كيسان، نقدروا 5 كيسان ونصف حسب حسب الطحين تاعنا. دونك اول حاجه نبداو نحطوا المكونات السائله مع بعض. نبداو بالحليب، نزيدوا الماء، نزيدوا الياغورت الطبيعي، قلنا نصف كاس اللي هو 100 مليلتر الياغورت طبيعي. نشد لكم هكا باش تشوفوا خير. نزيدوا ايضا زيت نباتي، قلنا 2 ملاعق من الزيت. نزيدوا ايضا الخميره، 2 ملاعق كبار تانيك سكر باش نسرعوا التفاعل تاعنا، وملعقه صغيره ونصف من الملح. هذا الخبز ساهل وما يطلبش وقت بزاف باش يتحضر. نجيبوا ملعقه باش نحطو، اذا نخلطوا المكونات كامل السائله مع بعض. نبدا مباشرة نزيدو في الطحين تاعنا، دونك هنا نستعملو يدنا احسن. قلنا يشدنا 5 كيسان او 5 كيسان ونصف، انا هنا حطيت يعني الكيسان اللي قلنا تاع 200 مليلتر، يعني نكيلو نفس الكأس اللي نبداو به نكيلو به كامل المقادير تاعنا. دونك انا حطيت هنا 5 كيسان ونصف، ونشوف عندي نشوفو. قلت لكم على حساب الطحين، نقدروا نكملوهم نقدروا ما نكملوهمش. اذا البنات شوفوا الخليط تاعنا، انا خذا لي هذه الكميه، دونك خليت ابيبري نصف كاس من الطحين قاعد لي. وهاوش القوام تاع العجينه تاعنا كنت تشوفوا فيها، دونك نروحوا ندلكوها على سطح املس باش نخليوها ترتاح ويضاعف الحجم تاعها. اذا البنات ندلكوا العجينه تاعنا شويه، ندلكوها من بعدك نحطوها ترتاح ونضاعف الحجم تاعها باش نشكلو الخبزة تاعنا تاع البيتا.
اذا البنات هاو الخبز تاعنا دونك بعد ما مدلكناه شويه دونك حنا نحطوه باش يضاعف الحجم تاعو ونتلاقاو من بعد باش نكملوا مع بعض باقي الخطوات. اذا البنات هاي العجينه تاعنا راكم تشوفوا فيها بعد ما تضاعف الحجم تاعها هنا نجي نحطوها بيدينا طبعا ندهنوا السطح تاعنا بشويه فارينه باش تسهلنا العمليه. كيف هرتح العجين وتشوفوا فيه ممكن نقسموا العجينه تاعنا هذه على زوج نشكلوا دوائر. نقسموا الحجم اللي حابينه تاع الخبز شوفوا تخمنا كمية ما شاء الله شفتوا رمضان هذا الخبز هايل خفيف بزاف رمضان رائع جدا ان شاء الله يا ربي تجربوه وتعطوني رايكم في التعليقات. نحطو شويه فرينه باش تسهلنا الفاسوناج تاعنا نجيو نخدمو الخبزه تاعنا عادي نديرهم كامل دوائر باش نعاودو نصبطوهم ونطيبوهم ديريكتومون منزيدوش نخليوهم يخمرو دونك ديريكتومون نطيبوهم شوفوا كيف عندو الفاسوناج تاعنا لقيتو العجينه تلتصق باليد استعملوا شي على فارين لانه العجينه طريه ما نخافوش ان الخبز تاعنا يجي يابس ولا انا نكمل ندير الفاسوناج تاعهم كامل ديرهم كامل دوائر ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. اذا البنات كيما راكم تشوفوا هاملك الخبزه تاعنا بعد ما درنا لهم الفاسوناج درناهم دي بول نجيبو دوك نبداو نصبطو فيهم بالوحده نحطوهم في نورمال في اي سنيوه عندك باش تخلي تخلي الفرن حبسك هذا الخبز راح يطيب في الفرن تحبي طيبيه في المقله في المقله لكن هذا الخبز يطيب في الفرن دونك لو طون باش نوجدو السنيوه تاعنا السنيوه تاعنا ولا السنيوه اللي عندك وحده كبيره ديريكتومون سينو راح ندير انا زوج صغار لو طون اللي وجدو نحطوهم يطيبو دونك هذا الخبز ما يستناش انه بايزون لازم يخمر ولا مباشره ما هكا باش تشوفو خير مباشرة بعد ما نكملو الخبزة تاعنا نعيطهم نحطوهم يطيبو شوفوا العجينة رائعة نكتفيو بهذا القدر القدر من السمك عفوا شوفوا هكذا مليحه ممكن نجيبو اي سنيوه عندنا
خبز باغ اكزومبل مع الشوربه، ولا نقدروا نديروا مام نديروا فيه باغ اكزومبل شاورما ولا اي حاجه، تكون رائع جدا هذا الخبز. كي تلقاو العجينه تاعكم تلتصق حطوا لها الفرينه، ماشي مشكل لان العجينه تاعنا طريه كم تشوفوا فيها لو فاسوناج تاعها سهل ما تعذبش كامل. و نسيت ما قلت لكمش الفور ميم طون كي نكون نطيبو نشعلو الفور تاعنا، الفور تاعنا ولا الكوشة تاعنا الفرن يعني على 250 درجة، يعني درجة حرارة عالية، لأنو هاد الخبز ما ياخدش وقت بزاف، ياخد فقط 10 دقايق نحيوه جوست ينتفخ نحيوه، لأنو العجينة راكم تشوفو فيها باغ اكزومبل كيما نقولو عفوا رقيقة، ماشي رقيقة بزاف ولكن مكانش لاباط بزاف، يعني باش هاد الخبز لازم ياخد وقت، انه الهدف تاعنا انه الخبز هذا ينتفخ. هذا ما كان دونك 10 دقائق تكفي، سخنوا حطوا الفرن. انا حطيت الفرن تاعي يسخن على 250 درجه مباشره. كي نكمل الطياب كي نكمل عفوا هاد الخبز تاعي نحطهم يطيبوا مباشره. كان الاسباس في السنيوه تاعي ما يكفيش باش نحط وحده، دونك نقسموا الحبه هذه على زوج. هي لو فاسوناج كيما تحبوا، دونك انا وجدتها لك، وجدت هذوما راكم تشوفوا. دونك مباشره نروح نحط الخبز تاعي يطيب ونوصل نجد الاخرين باش كي يجبدوا ديريكتومون نزيد نحطهم. دونك نحطو خبزنا على 250 درجه، انا سخنت الفرن تاعي على 250 درجه 10 دقائق ونحيو الخبز ما يطولش كامل، نتلاقاو من بعد ان شاء الله. اذا البنات هاو لك خبز البيطا تاعنا بعد ما وجد، صدقوني رائع جدا راكم تشوفوا فيه، دونك بلا ما راح نزيد نوصفه لكم راكم تشوفوا صدقوني رائع جدا، يستاهل انكم تجربوه، يحضر في وقت قصير جدا، وصفه مضمونه ناجحه 100%. هذا هو الخبز التركي او خبز البيطا، يصلح انه تستعملوه باغ اكزومبل الشاورما، ولا تستعملوه باغ اكزومبل هكا في الفطور كيما دوك في رمضان تستعملوه الساندويتش ايضا. دونك شوفوا صدقوني رائع جدا، يستاهل انكم تجربوه، ورائع وصح منفوخ، شوفوا كيفاه منفوخ ما شاء الله. دونك انا عملت لي كميه ما شاء الله، هذه الوصفه اللي عطيت لكم. نتمنى يا ربي ان شاء الله تجربوه، هنا الاعجابكم، ما تنساوش تركوا لي تعليقات تاعكم النتائج اللي تحصلتوا عليهم. ان شاء الله يا ربي نقعدوا دائما على تواصل، ما تنساوش تشجعوني اذا كنتم زائرين جدد للقناه، ما تنساوش تشتركوا دونك وتضغطوا على زر الاعجاب وتفعيل الجرس هكا باش نكونوا دائما على تواصل بحول الله. انا نقول لكم صحه فطوركم وصحه رمضانكم، نتلاقاو في فرصه اخرى بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.